ما تحقق شيء يكون ربما من باب الإشحاف في الحكم وإلا حتى الجحود لما قدم ولما أنجز والمكتسبات اللي عندنا اليوم في ثورة الربيع العربي، ثورة الحرية والكرامة. وهذه الثورة مستمرة، وعلى أنه هذه الثورة عندها رجالها وعندها نساءها. الثورة بدأت من الحوض المنجمي. الثورة يلزمك تكون متقدم على البلدان اللي عندهم الأولانيين في التعليم تاع العالم. اليوم تعليمنا قبل ما نكلموا على الزيادة في الشهرية والتنمية إيش نصلحوا تعليمنا. الثورة هي تغيير، تغيير من الماضي إلى الحاضر. ثم بعض الإنجازات صراحة، ثم بعض الحريات على الأقل الحمد لله. أريد أن أقول وأقول أننا حققنا الحرية اليوم. أحس أنني أستطيع أن أتكلم، أن أعبر، وهذا ليس بالقليل. فما عباد توا ولات تحكي على الثورة تحقت ولا ما تحقتش. أكيد أن عملنا الثورة، وأكيد أنها الثورة انطلقت من أبناء الشعب. هذا أكبر دليل، الشهداء اللي صاروا وعائلتهم اللي موجودة اليوم وجرحى الثورة اللي موجودة اليوم. وصحيح عملنا ثورة، لكن مازالوا يطالبوا لأنه ما خذوش حقهم، لأنه الشهداء ما خذوش حقهم، الأحياء ما خذوش حقهم، الأموات ما خذوش حقهم. دونك هذا اللي مازال، هذا يمكن أهم هدف من أهداف الثورة مازال ما تحققش. نرجعوا لمسألة الفساد، أنه ما فماش محاسبة. دونك الهدف الأساسي زاد الآخر للثورة المحاسبة ما تحققش. دونك مازلت فما برشا أهداف ما تحققش، أي هذا ما ننكره. ثورتنا مستمرة، هذا نحب نقوله، أنه حتى ولو وقع الانحياز بالمسار الثوري والانتقال المسار العدل الانتقالية للثورة، حتى ولو وقع الانحياز به، ولكن نحن مازلنا مصرين أنه الثورة مستمر، أنه الثورة صارت من 17 ديسمبر حتى ما قبل 17 ديسمبر من الحوض المنجمي وغيره. ثورة صارت ومستمرة، وحتى ولو وقع الانحياز بطريقها مازلنا باش نرجعوها للمسار الصحيح لها، ومازلنا باش نحاسبوا، ومازلنا باش نرجعوا دم الشهداء، وباش نرجعوا لهم حقهم، والجرحى مازالت باش يرجع لهم حقهم. حاب تونس.